النشرة الأخيرة للأخبار من القناة الوطنية الأولى نستهلها بالعناوين. اتفاقية لتحويل 5000 طن من البرتقال لعصير موجه للتصدير، وأهل القطاع يعتبرونها أحد الحلول لاستغلال وفرة المنتوج. تونس تعد تقريرا لحقوق الإنسان قبل صياغته النهائية، ووزير العدل يدعو لمراجعة المنظومة الجزائية للحد من اكتظاظ السجون. ترامب يتسلم مهام رئيسا للولايات المتحدة ويتعهد بتوحيد العالم لمواجهة الإسلام المتطرف. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. في خطوة قد تكون أحد السبل لحل إشكال مسالك توزيع القوارص تم في مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبر اتفاقية بين المجمع المهني المشترك للغلال وشركة تونسية للبنك ومستثمر من سيدي بوزيد. الاتفاقية ستمكن من تحويل 5000 طن من البرتقال إلى عصير موجه للتصدير. على امتداد آلاف الهكتارات تتوزع أشجار ملأى بمختلف أنواع البرتقال وأجود، تتابعها الأعين وتترصدها الأيادي، وللحظة تخال حباتها تناديك للتذوق. هو محصول تجاوز ولأول مرة هذا الموسم النصف مليون طن، وهو ما فتح الأبواب على مصراعيها لتدعيم الترويج. آخر الحلول اتفاقية بموجبها سيتمكن أحد المستثمرين من تحويل 5000 طن من البرتقال إلى عصير مركز يتم توجيهه إلى السوق الجزائرية. في الأسبوع القادم في العمل في التحويل نتاع المنتوج، المنتوج موجه للتصدير إن شاء الله. طول العملية الأولى اللي مبرمجة إن شاء الله في حدود 5000 طن من البرتقال، التشغيل باش يكون في حوالي 70 عامل بالنسبة للمصنع، خاطر يصنع عملية الشغل يعني 24/24 يعني متواصلة هذا إن شاء الله، وهو كله موجه للتصدير. التحويل مهم جدا. ليش مهم جدا؟ لأنه الصابة هي كبيرة لكن فيها برشا معناها أصناف اللي هي صغيرة ظريفة، دونك سي دي بتي كاليبر، معناها اون فوا ما يتباعوش، دونك هذوما فهمتش ينجموا يعطلوا فهمتش دور المهم تاع موسم التصدير، دونك هذوما ينجموا يمشيوا إلى التحويل. دونك عملنا الكونفونسيون هذه ما بين فهمتش لوزين هذه وما بين المجمع في التمويل وما بين الاس تي بي، وامتصاص 5000 كبداية، افيك ريفولفينغ اون بو اريفي افير 10000 طن. اتفاقية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تخفيض نفقات الدولة وإيجاد حلول أخرى لتمويل المشاريع. توظيف إن شاء الله في إطار الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، معنى بإيجاز الشراكة في القطاع العام والقطاع الخاص ما يسمى PPP وإلا Project Finance، هو كيف يتم عزل مشروع معين وتصميم هذا المشروع وتمويله بموارد البنكية لكي نخفف على حجم تمويل على ميزانية الدولة. التأطير والتقنين يجعل كونه كل المواصفات للجودة تكون موثقة في وثيقة العقد، وبالتالي القطاع الخاص بفعاليته ممكن يأتي إلى تكلفة أقل بجودة أعلى، وبالتالي كل الجوانب منتفعة. الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبحث عن أسواق جديدة للتصدير وتحويل القوارص إلى عصائر، كلها حلول قادرة على استيعاب طفرة الإنتاج وامتصاص فوائد محاصيل البرتقال. إلى موضوع آخر الآن، تنفيذا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، عدت اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد التقارير وتقديمها ومتابعة التوصيات في المجال عدت تقرير تونس لحقوق الإنسان. وقبل إعداد الصياغة النهائية لهذا التقرير، نظمت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان نظمت استشارة وطنية أخيرة لعدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية المستقلة. المبادرات الدستورية والتشريعية والترتيبية المتعلقة بسعي تونس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مدى السنوات الأربع الماضية هي ما يتضمنه تقرير تونس لحقوق الإنسان. نقول من خلال التقرير هذا أن يعني تونس منظومة حقوق الإنسان اليوم هي منظومة حكم، هي اختيار شعبي وسياسي، ولكن كذلك تنزيلها للواقع وجعل منها الثقافة هو عمل كبير، عمل صعيب، عمل لابد أن نلتزم به الناس كل، السياسيين والعالميين ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدستورية. هذا اليوم باش نمشيو لجنيف باش نقولوا شتم في تونس،
ايش قمنا من ناحيه الاصلاحات والتشريعات وكذلك التحديات الكبيره اللي موجوده قدامنا. التقرير عرض قبل الصياغة النهائية له خلال استشارة وطنية حضرتها بعض منظمات المجتمع المدني، وقد ثمن بعضها اعتماد المسار التشاركي في إنجاز التقرير، فيما كانت للبعض الآخر تحفظات على مضمونه. في المسودة هذه ولم نستشر حولها إلا اليوم، ما فما حتى مرة تصدر كلمة حماية المعطيات الشخصية، وقت اللي نحن عنا من 2004 قانون فيه 105 فصول حول حماية المعطيات الشخصية. فما حاجات ناقصة، مثلا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثلا في المساواة بين المرأة والرجل، يعني هي في 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 في, في النص واضحة يجب تكون كاملة، لكن المقترحات شنو عملنا، ثم يجب نقولوا شنو اللي عملنا وشنو اللي ناويين نعمله. هذا هو راهو التقرير الدوري الشامل، باش مجلس حقوق الإنسان يراقب شنو اللي قلت، ثم شنو اللي اش عملت من 2012 لخراني 2016. التقرير ووفق نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس يعتبر وثيقة هامة وأساسية لجلب التعاون الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. هي الوثيقة الأساسية التي تقام عليها وتؤسس عليها كافة برامج التعاون الدولي ما بين الدول ثنائيا أو متعددا. فمثلا على سبيل المثال الأمم المتحدة تعتبر هذه الوثيقة أساس في تدخلها في قطاع الحوكمة الرشيدة والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان والقضاء المستقل والآخر. يشار إلى أن هذا التقرير يعد الثالث ويخص الفترة الممتدة من سنة 12 و2000 إلى سنة 16 و2000. وكان التركيز على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الحرمة الجسدية للسجناء محور دورة تكوين تمت بالشراكة بين المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ومدرسة الحرس الوطني في شبيكة. الدورة توجت بتخرج 800 رقيب سجون وإصلاح سيتم توزيعهم على مختلف السجون التونسية. تخرج 800 من أعوان سجون وإصلاح اختتمت مرحلة التكوين الأساسي للدورة 19 للمرحوم أحمد الكتاري، دورة تم التركيز خلالها على ضرورة احترام العون لحقوق الإنسان والحفاظ على الحرمة الجسدية للسجناء، إضافة إلى مسألة كيفية تعاملهم مع السجناء أثناء الاحتجاج أو محاولة اقتحام السجن من أطراف خارجية. في ظل التهديدات الإرهابية ركزنا على معناتها كيفية حماية المؤسسة السجنية بصفة أولى، ثم حماية المدعين كذلك، وثم تركزنا كذلك على حقوق الإنسان، كيفية التعامل مع المساجين في نطاق القوانين الدولية. وبخصوص مسألة اكتظاظ السجون والإمكانات المادية والبشرية، أكد وزير العدل غازي الجريبي أن 50% من المودعين بالسجن موقوفون والبقية محكوم عليها، وهو ما يستوجب وفق تقديره ضرورة مراجعة المنظومة الجزائية. فما مجلة الإجراءات الجزائية لابد من تنقيحها للتسريع، خاطر عنا تقريب اليوم 50% من السجناء هم ينتظرون في المحاكمة، وبالتالي معنى هذا فما عدد هو عدد وافر المحكومين يمثلوا تقريب 50% فقط، وبالتالي المنظومة السجنية يعني هي منظومة متكاملة. إذا كان معناها عملنا هالمسائل هذه الكل يخلينا معناها بالنسبة العنصر الاكتظاظ وعامل الاكتظاظ هذه يقلص، وذا باش يسهل المهمة على الإطارات السجنية على أعوان السجون، يخلي الظروف معناها تكون أحسن وأيسر بالنسبة يعني للمساجين. وأوضح الجريبي أهمية التركيز على العقوبات البديلة للتخفيف من نسب الاكتظاظ الذي تعانيه السجون التونسية، مع العمل على تكوين وتنمية مهارات وإطارات وأعوان السجون والإصلاح، مع ما يتماشى من تحولات وارتفاع لعدد مساجين القضايا الإرهابية. في أخبار العالم، انفجرت سيارة ملغومة في مدينة بنغازي شرق البلاد ما أودى بحياة شخص واحد وإصابة 13 آخرين بينهم وزير الداخلية السابق عاشور شعيل، حسب مسؤولين أمنيين. ودمر الانفجار القوي الذي وقع خارج مسجد في حي الماجوري بوسط بنغازي عددا من السيارات وخلف ضرارا مادية بالمباني المجاورة.
استلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه بصفة رسمية، ليصبح بذلك الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية في حفل تنصيب اعتبر الأغلى في تاريخ البلاد وحضره عدد من السياسيين. سأنزع الحكم من واشنطن وأمنحه للشعب، كانت هذه أولى رسائل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في كلمة كتبها بنفسه بالتعاون مع كبار مساعديه، وألقاها خلال حفل تنصيبه الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية. وبعد أدائه القسم على درجة مبنى الكونغرس الأمريكي، قال ترامب إنه آن أوان العمل وإن الأولويات ستكون للشأن الداخلي في كل شيء، في إشارة إلى سياسته المنتظرة بشأن التجارة والضرائب والهجرة. وأشار ترامب إلى أن سياسته الخارجية لن تفرض النموذج الأمريكي على العالم، وإنما ستقدم نموذجا جيدا يمكن أن يحتذى به، مؤكدا في الآن ذاته أنه سيعمل على توحيد العالم في مواجهة الإسلام المتطرف. وشملت المراسم التنصيب مدير حملة ترامب الانتخابية مايك بينس نائبا للرئيس في حفل تبعه أكثر من 900,000 شخص وحضرته عدة شخصيات سياسية أمريكية. ويعد حفل تنصيب ترامب الأغلى في تاريخ تنصيب الرؤساء في الولايات المتحدة على الإطلاق، وبلغت تكلفته قرابة 200 مليون دولار، مقابل 53 مليون دولار لحفل تنصيب أوباما عام 2009، فيما جمع فريق ترامب الانتقالي حجم أموال تضاهي ما جمعه فريق أوباما في حفلتي تنصيبه مجتمعتين. في المقابل حظي ترامب بتأييد 40% فقط من الأمريكيين وفق استطلاع أجرته شبكة IBC نيوز بالتعاون مع صحيفة واشنطن بوست، وهو أدنى مستوى من التأييد لرئيس قادم منذ الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر عام 1977. الرئيس الملياردير دونالد ترامب غادر اليوم البرج الأصفر ليدخل البيت الأبيض، منهيا بذلك فترة حكم باراك أوباما الذي يختلف الأمريكيون بشأن سياسته الخارجية، ولكن التاريخ سيذكر حتما أنه كان أول أمريكي من أصول إفريقية يحكم أقوى دولة في العالم مدة 8 أعوام. وفي غامبيا يبدو أن الأزمة السياسية في طريقها للانفراج بعد أن قبل رئيسها المنتهي ولايته يحيى جامع التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد حسب إعلان رئيس البلاد المنتخب آدم بارو. استعادت القوات العراقية قضاء تكليف شمال الموصل من تنظيم داعش الإرهابي ورفعت العلم العراقي فوق المباني الحكومية. وخلال العملية العسكرية التي سندها التحالف الدولي قتل أكثر من 60 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابي وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية. وفي خبر طريف، كشفت شركة ناشئة عن أول طابعة ثلاثية الأبعاد تعد الطعام اعتمادا على المواد الغذائية الطازجة موجهة أساسا للاستخدام المنزلي. الشركة المصنعة للطابعة أكدت أن الهدف منها هو تحضير الأطعمة المنزلية التي تستغرق عادة وقتا طويلا، ولكن بالرغم من تطور هذه التقنية الجديدة إلا أن العديد من الطهاة التقليديين رفضوا الفكرة لتحضير ما لذ وطاب من الأكلات. ورغم كل ما تعدنا به هذه الطابعات ثلاثية الأبعاد، إذن نحن متأكدون أنها لن تنجح في تونس. إذن مشاهدينا الكرام، هكذا وصلنا لنهاية النشرة، وتذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوينها. اتفاقية لتحويل 5,000 طن من البرتقال إلى عصير موجه للتصدير، وأهل القطاع يعتبرونها أحد الحلول لاستغلال وفرة المنتوج. تونس تعد تقريرا لحقوق الإنسان قبل صياغته النهائية، ووزير العدل يدعو لمراجعة المنظومة الجزائية للحد من اكتظاظ السجون. ترامب يتسلم مهامه رئيسا للولايات المتحدة ويتعهد بتوحيد العالم لمواجهة الإسلام المتطرف. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.